يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شاب يحفظ كتاب الله سبحانه مع حسن صوت وترتيل وهو مهتم بالدعوة إلى الله، ولكن قد ابتلاه الله بسلس الريح مع خروج إفرازات من دبره مستمرة. سؤاله: هل يجوز له أن يؤم الناس في الصلاة الفريضة بصفة دائمة وبلده محتاجة إليه في ذلك؟ لا، الذي به حدث دائم لا يجوز أن يؤم إلا من هو مثله، ولا يؤم الأصحاء. نعم.